ومن موسكو إلى نيويورك. ينضم إلينا من هناك الزميل ياسر نور الدين. ياسر، أهلا بك إلى هذه التغطية الإخبارية. وزير الخارجية الأمريكي يقول أن ما تم تقديمه إلى أوكرانيا طوال العام الماضي يقترب من مليار دولار. هل هناك أي أو هذا المليار دولار، هذه المبالغ، هل تشمل أي مساعدات عسكرية؟ يعني بالفعل ارحب بك همام وبالساده المشاهدين. يعني اعتقد ان الاداره الامريكيه قد اجابت على سؤالك بالامس لي عندما سالتني هل من مساعدات او يظل حبر على ورق. بالفعل قال أنتوني بلينكين اليوم صباح اليوم السبت بأن الإدارة الأمريكية أو الرئيس جو بايدن قد سمح له بسحب رئاسي مقداره 350 مليون دولار أمريكي. هذا السحب أهمه هو السحب الثالث، حيث في الخريف الماضي قدمت الحكومة الأمريكية إلى أوكرانيا ما يقرب من 200 مليون دولار، وأيضا في ديسمبر الماضي قدمت حوالي 200 مليون دولار، وفي الخريف قدمت 60 مليون دولار أمريكي. تحاول الإدارة الأمريكية همام أن تدعم الرئيس الأوكراني والشعب الأوكراني بالأموال وبالمعدات العسكرية بكل ما أوتيت من قوة. كل ما هو متاح سوف يقدم بخلاف الجندي الأمريكي كما تحدثنا بالأمس. أيضا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون على نفس الصفحة أو نفس النسق مع الحلفاء في مسألة إخراج روسيا من النظام سويفت، وهو النظام المالي الذي يعني تتعامل به حوالي 200 دولة في العالم. وهذا النظام إذا خرجت منه روسيا همام سوف يكون مؤثر جدا وضربة قوية للاقتصاد الأمريكي. ما زال هناك اختلاط في الأمر، حيث أن إيطاليا كانت ترفض في بداية الأمر ثم وافقت بعد ذلك على خروج روسيا، ولكن الإشكالية الآن مع ألمانيا والمجر ما زالوا يرفضون، وبريطانيا هي من تتزعم مع الولايات المتحدة الأمريكية مسألة خروج روسيا لأنها سوف تكون ضربة قاسمة للاقتصاد الأمريكي، وقد تردع تقدم القوات الروسية في هذا الشأن. مسؤول يعني أو متحدث الخارجية الأمريكية قال بالأمس بأن العقوبات الاقتصادية لن تنجو منها أي مؤسسة في روسيا، وسوف تكون العقوبات تصاعدية. شكرا لك. نعم. همام كان هذا. نعم. من أمام الأمم المتحدة والتي سوف تنتهي بعد 3 أيام يعني الدورة الشهرية لروسيا لرئاسة مجلس الأمن. نعم، أنا بشكرك جزيل الشكر زميلي ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز من نيويورك.